حقيقي في السنوات الأخيرة كان هناك تطور كبير للتكنولوجيا المعالجة التعدينية، وخاصة لخام الكوارتز لدخوله في العديد من التطبيقات الصناعية، ومنها تكنولوجيا صناعة الألواح. كمان كان في زيادة في الطلب العالمي على ألواح الكوارتز، وجود فجوة بين العرض والطلب عالميا بتسمح بالاستثمار في هذا المشروع. قمنا بعمل الدراسات الفنية والمالية بالتعاون مع شركة بريتون وشركة مينرالي، وهما رواد هذه الصناعة في العالم. في الحقيقة أن شركة بريتون قامت بتوريد أكثر من 90 خط على مستوى العالم، وشركة مينرالي بتمتلك أكثر من 27 وحدة صناعية عالميا لمعالجة الخامات. وكان النموذج الأمثل هو تنفيذ المشروع ليحقق 140 ألف طن من الخام المعالج، وإنتاج 450 ألف متر مربع من الألواح، يتم استخدام 35 ألف طن من خام الكوارتز المعالج وتصدير 105 ألف طن. والنموذج بالشكل ده كان هو النموذج الأسرع لاستعادة رأس المال المستثمر.